هذا وقد أشادت سعادة السيدة رويدة الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشادت بدور وزارة الخارجية في تنظيم هذه الورشة، متمنية أن تحقق هذه الورشة أهدافها المرجوة. وتأتي مبادرة مملكة البحرين بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في ظل التغيرات الكبيرة التي تحدث في الساحة الدولية والإقليمية وتطلعات الشعوب لنظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. مع بدء مملكة البحرين مرحلة الاستشارات المحلية والتي تعد المرحلة الأبرز في إعداد الخطة الوطنية، وجبت الإشارة إلى الدور الحثيث التي ستؤديها الحكومة في هذه المرحلة من مباحثات ومشاورات مع كافة أطراف المجتمع وأصحاب المصلحات القطاعات المختلفة من أجل التعرف على الأمور الملحة في كل قطاع وتحديد الأولويات ضمن الإمكانات المتاحة في البحرين. فينظر إلى هذه الخطة باعتبارها مشروعاً وطنياً حقيقياً تشارك فيه المؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع كافة. كما أود أن أغتنم الفرصة اليوم وأن أشير إلى أن المملكة قد شاركت بفعالية في الاستعراض الدوري الشامل للعام 2017 وقبلت العديد من التوصيات التي تتعلق بقضايا لحقوق الإنسان. أنا ممتنة لوزارة الخارجية في المملكة البحرين التي أقدمت على تنظيم هذه الورشة وهذه الورشات المتتالية، مما سيتيح الفرصة لتنفيذ هذه التوصيات، كما نتوقع أنها ستقود لإنجازات في وضع حقوق الإنسان بالمجمل.